المدرب لمدير الفريق لمشرف الفريق يقرب وجهات النظر، يحبب المدرب باللاعبين والعكس؟ أكيد دور المساعد مهم ودور مشرف الفريق مهم في هذا الجانب. ماكو مدرب، بس أكمل لك الفكرة، ماكو مدرب يعني يدخل الفريق ويضد أستاذ علي أو ضد هيثم أو ضد فلان. اللاعب اللي فوزه يلعب طبعا، ماكو مدرب يدي يخسر روحه، مستحيل. يعني هاي المدربين كلها سينما الأندية العراقية والمحلية والأوروبية، ماكو مدرب يدي يفشل روحه. اللاعب اللي يشوفه هو بالتمرين جيد واللاعب اللي خدمه أكيد راح يشاركه بالتشكيل. بس لكن تبقى ظروف اللي يمر بها اللاعب، هل هو اللاعب حافظ، هل هو اللاعب دينام من وقت، هل هو اللاعب النظام الغذائي جيد جدا، هل هو اللاعب تدريبه جيد جدا، هل هو اللاعب تكتيكيا يجيد يطبق افكار الكادر التدريبي حتى يكون هو منظم التشكيل الاساسي. اي ما تحدثت لي عن دور المشرف. دور المشرف قلت لك دور المشرف حيكون فعال. كابتن احمد يعني دا يعمل يعني صباحا ومساء مع الفريق، الله يكون بعونه وانا اكون قريب عليه. ورتب هذا المركز كابتن، والله هو انا دائما اقول له يعني البارحه واليوم يومي اقول له يعني الله يساعدك والله يكون معك. انا كنت يعني تعرف مسؤوليه كبيره طبعا، اشراف على الفريق الاول واحتياجات وطلبات، وعندنا مشاكل لاعبين محترفين وصولهم وعدم وصولهم، وعندنا لاعبين استحقاقاتهم ورواتب شهريه وسكن وحجز فندق وسفر، يعني كثير من الامور المهمه تتعلق بمشرف الفريق.